خطوة تؤكد تغير موقف جنوب إفريقيا من الثورة المصرية، التقى الرئيس عدلي منصور وزير أمن الدولة الذي يزور القاهرة مبعوثا شخصيا لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا، حاملا رسالة إلى نظيره المصري تضمنت مساندة بلاده لمصر في المرحلة الانتقالية وفي حربها ضد الإرهاب، وتطلع بلاده لاستعادة مصر لوضعيتها المستحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. في إطار خطة إثيوبيا لتصعيد الخلافات الحالية مع مصر حول سد النهضة، بدأت إثيوبيا في تسريب تقارير حول خطتها المعلنة من قبل باستعدادها لاستكمال إنشاء 4 سدود حتى تتمكن من الناحية الفنية الاستفادة القصوى من سد النهضة الذي تقوم حاليا بتنفيذه. بهتاف الإخوان أعداء الله، حمل أهالي مدينة الزقازيق جثمان المقدم محمد عيد عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني الذي طالته يد الإرهاب أمام منزله أمس، لينضم إلى صفوف شهداء الواجب الذين قدموا حياتهم ثمنا لحماية الشعب. تمكنت قوات حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من توجيه ضربة جديدة للمهربين بعدما دمرت اليوم الأحد 8 أنفاق بمدينة رفح، ليصل إجمالي الأنفاق التي تم تدميرها حتى الآن إلى أكثر من 1200 نفق، كما تم ضبط عدد من أجهزة التفجير عن بعد. تخطت البورصة مستوى 8000 نقطة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وحقق رأس المال السوق للأسهم المقيدة ربحاً قدره 5.8 مليار جنيه اليوم. استدعت لجنة التحقيقات وأداب المهنة بنقابة الأطباء رسمياً وزيرة الصحة دكتورة مها الرباط لسماع أقوالها يوم الأحد 9 مارس المقبل فيما نسب إليها من شكاوى من أطباء وأمناء مجالس النقابات الفرعية والعامة بمخالفتها قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969. حرض الإعلام الإخواني أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة على قتل ضباط الشرطة والإعلاميين والانتقام منهم، جاء ذلك في رسالته المنشورة على موقع إخوان أونلاين لأنصار من تنظيم الإخوان الإرهابي. تجمع العشرات من المرشدين السياحيين أمام قسم الدقي رافعين لافتات كتب عليها نصلي من أجل ضحايا طابا ونصلي من أجل ضحايا الإرهاب للتنديد بحادث طابا الأخير الذي راح ضحيته عدد من السائحين.